أهلا وسهلا بكم أعزائي متابعي منبر واصل في حلقة جديدة سنحاول من خلالها التطرق لقضية الجدل حول السيرة الذاتية لذلك النوع من الشخصيات الذي يترك بسمته على التاريخ سواء كان ذلك التاريخ هو تاريخ وطنه أم أمته أم العالم. في حلقة اليوم سنتعرض لذلك الجانب من خلال نموذج الشيخ الإمام محمد عبده الذي ولد عام 1849 وتوفي عام 1905 ويعتبر من المجددين في الإسلام من خلال رحلة حياته التي تولى خلالها منصب مفتي الديار المصرية وقبله منصب القاضي القضاء. فضلا عن مسيرة رحلة حياته الحافلة والثرية بسماته الفكرية المتميزة وجهوده الإصلاحية، ورغم ذلك التاريخ المشرف إلا أن الرجل واجه في حياته وبعد مماته حالة مثالية من سوء الفهم ساعد على الترويج لها خصومه الحقيقيين خلال رحلة كفاحه وخصومه الفكريين بعد مماته حاولت النيل منه وتشويهه بتهمة العمالة للإنجليز. وليصبح السؤال الذي يفرض نفسه على كثيرين ممن لا يعرفون مسيرة حياة الرجل: هل كان محمد عبده عميلا للإنجليز بحق؟ هذا ما نحاول أن نتناوله بالتفصيل في هذه الحلقة وتوضيح ما نراه يعكس واقع الأمور من خلال قراءة دقيقة ومتأنية في حياة الإمام. لعل التهمة وجدت أصولها أو ما يساعد على ترويجها من طبيعة علاقة الإمام بأستاذه جمال الدين الأفغاني والذي دارت حوله تهم عديدة بالتعاون مع الإنجليز. المهم أن رؤية البعض سارت على منوال أن التلميذ لابد سائر على منهج أستاذه، رغم أن عبده في مرحلة من مراحل حياته افترق منهج رؤيته للنهضة والإصلاح عن منهج الأفغان. غير أنه ربما جرت بعض الوقائع في حياة محمد عبده عززت هذا الطرح، ولا بد أنها فرضت على من تابعوا حياة الشيخ من معاصريه أو غيرهم التساؤل حول طبيعة علاقته بالإنجليز. صحيح أن مشاركة محمد عبده في الثورة العرابية ونفيه بعد ذلك إلى بيروت ربما يشكك في التهمة من الأصل، إلا أن الملابسات التي أحاطت بعودته من هناك ورؤاه التي طرحها فيما بعد العودة فرضت هذا الطرح. ويعتمد المشككون في موقف محمد عبده على عدة إشارات أو أدلة، منها طبيعة علاقته بالإنجليز وما بدا من دعمهم له. فرغم أنه كان من العسير على محمد عبده العودة إلى مصر في عهد الخديوي توفيق في ضوء جهره بخلع الخديوي، وهو السبب الحقيقي الذي ربما كان وراء محاكمته دون غيره ممن اشتركوا في الثورة العربية، إلا أن عودته كانت على يد المعتمد البريطاني اللورد كرومر. مع عودة وزارة رياض باشا إلى الحكم آنذاك، فقد سعى عند الخديوي جماعة للعفو عن محمد عبده ومنهم الأميرة نازلي، ولم تكن تعرفه معرفة شخصية وكانت حسنة الصلة ومقبولة الرجاء عند اللورد أكرم. وكذلك منهم الغازي مختار باشا، غير أن أفعل شفاعة كانت بطبيعة الحال شفاعة اللورد كرومر، وقد قال في كتابه مصر الحديثة: إن العفو صدر عن الشيخ محمد عبده بسبب الضغط البريطاني، وينسب بعضهم الفضل الأول في العفو إلى مختار باشا، ولكن المطلع على الأحوال في ذلك الوقت يعرف أنه إذا ما كان الخديوي توفيق يعفو لن يعفو إلا برضا اللورد كرومر أو ضغطي. في الحقيقة أدى ذلك بالبعض إلى أن يغمز ويلمز من قناة الشيخ ويتهمه بالعمالة للإنجليز، وجاء جانب من ذلك لأن الشيخ محمد عبده ناهض دعاة الحركة الوطنية ورماهم بالتهور،
وشنعت الجرائد بالشيخ محمد عبده في حياته أشنع تشهير، إما بإعاز من خصومه أو مجاراة للعوام وأشباههم باسترضائهم لترويج جرائدهم في ذلك الوقت. وكانت التهمة الرئيسية التي توجه لمحمد عبده حتى من الحزب الوطني وعلى رأس مصطفى كامل هو المروق من الوطنية ومشايعة الإنجليز واتخاذهم أعوانا. وفي الحقيقة يعني في هذه القصة أو في هذا التناول بيقدم لنا الكاتب أحمد أمين رؤية بالغة الأهمية وبالغة الموضوعية بشأن الحالة التي كان عليها موقف الشيخ، إلى حد أصبح معه حسب ما يصف أحمد أمين في موقف لا يحسد عليه، قائلا أحمد أمين بيقول عن الشيخ أنه كانت تكتب التقارير السرية ضده للأستانة، فإذا سافر إليها استقبل استقبالا سيئا، وعملت التدابير لإهانته لولا لطف الله. وكان كما يقول أحمد أمين في وصف حال الشيخ في ذلك الوقت، في كل يوم حادثة، وفي كل ميدان موقعة، وفي كل جريدة ذكر، وفي كل مجلس مناظرة بين الاتهام والدفاع، واسم الشيخ محمد عبد على كل لسان، وعيشته عذاب في عذاب، وهو لا تفتر قوته ولا تخبو عزيمته، وإن كان كل ذلك يهد في أعصابه ويهدم من كيان. المهم أن الشيخ محمد عبد بعد عودته إلى مصر عام 1889 عينه اللورد كرومر قاضيا في المحاكم الأهلية في مدينة بنها، وفي عام 1899 تولى منصب المفتي العام للديار المصري. وعلى هذا أيضا عزز هذا التطور حجة البعض ضد محمد عبده، وأخذ عليه البعض علاقته القوية مع الإنجليز خاصة مع اللورد كرومر. وهنا يشار إلى أن محمد عبده كان يبذل للإنجليز النصح الخالص ويرشدهم كما يقول البعض في وصف حال الشيخ في ذلك الوقت إلى ما يوطد دعائم احتلالهم، ويحذرهم من الأخطاء التي قد تضر مصالحهم. وبيضرب البعض على ذلك مثل يشير من خلاله إلى أن اللورد كرومر لما قرر إلغاء النيابة العامة وإحالة أعمالها للقضاء، محمد عبده حذره وقال له أن ده يعتبر خطأ كبير، لأنه رجال النيابة من أرقى رجالات البلاد في ذلك الوقت علما وعقلا ولسانا وقلما، وأنه اللي هيتلغي وظيفته من رجال النيابة العامة سيتوجه للسياسة، وبالتالي هيتعبوا المسؤولين عن النظام تعبا كبيرا. وعلى هذا الأساس أبطل اللورد كرومر المشروع فورا. ولذلك حظي محمد عبده في منظور البعض بمحبة الأوروبيين وتقديرهم، وبخاصة المحتل الإنجليزي لمصر في ذلك الوقت، وحظي أيضا بدعمهم ومؤازرتهم. ومن ذلك مثلا ما أثبته الشيخ محمد رشيد رضا، بيقول إن اللورد كرومر قال للخديوي إن كان تحريك بعض المشايخ ضد المفتي لأجل فصله من الإفتاء، فاسمح لي بأن أقول أنه ما دام لبريطانيا العظمى نفوذ في مصر، فإن الشيخ محمد عبده يكون هو المفتي حتى الموت. وبالفعل فقد كان ما أراد كرومر، وظل محمد عبده مفتيا حتى مات. وقال فيه كرومر بعد موته إن المنية اختطفت رجلا مشهورا في الهيئة السياسية والاجتماعية بمصر أريد به الشيخ محمد عبده، فحسب ما يقول اللورد كرومر، فأحببت أن أسطر هنا رأيي الراسخ في ذهني أن مصر خسرت بموته قبل بتلك الوفاة، يقصد خسارة عظيمة، وإنه لما أتيت لمصر سنة 83 حسب ما يقول اللورد كرومر كان الشيخ محمد عبده
من المغضوب عليهم لأنه كان من كبار الزعماء في الحركة العربية، غير أن المغفور له الخديوي السابق صفحة. المهم أنه في سنة 1899 رقي محمد عبده إلى منصب الإفتاء، وهو منصب خطير، فأصبحت مشورته ومعاونته في هذا المنصب ذات قيمة عظيمة سمينة لتضلعه أو نبوغه في علوم الشرع الإسلامي مع ما به من سعة العقل واستنارة الذهن. لكن من بين من أكثر من كتبوا كما أشرنا في معرض تفنيد هذه التهمة والتعرض لها بالنقاش أحمد أمين، وهو يقول إنه في معرض الإشارة إلى محاولة تفهم موقف محمد عبده، يقول إنه موقف عبده جاء في سياق مشروعه وشخصيته، حيث كان ذو طابع إصلاح، وكان أهم غرض له حسبما يذكر هو إصلاح العقيدة والمؤسسات الإسلامية زي الأزهر والأوقاف والمحاكم الشرعية، وإن مثل هذا الإصلاح لابد أن يعتمد فيه المصلح على سلطة قوية تحمي ظهره، وإلا كان كأي عالم من علماء الأزهر لا تسمع له كلمة ولا يؤبه له بدعوة، فعلى أي سلطات يعتمد حسب ما يتساءل أحمد أمين؟ هل يعتمد على الخديوي توفيق وهو يكرهه كل الكراهية، أم يعتمد على الإنجليز وفي يدهم القوة ولو عاونوه في الإصلاح لتحقق بفضل نفوسهم؟ يتساءل أمين. لكن أليس من المهانة أن يستعان على الإصلاح بالأجنبي المحتل للبلاد، وإنه لو استعان بهم لظللت هذه الاستعانة دعوته بظلال من وحي الأجنبي، وظن الناس الظنون بكل ما يدعو إليه، ولكن هم الذين لهم الفضل من وجهة نظر عبده في دخوله البلاد، وإنه لولاهم لظل مبعدا، وإن هذا الإصلاح لا يؤثر في مراكزهم أو وضعهم في مصر، فما الضرر في الاستعانة بهم لتحقيق الغرض؟ أم يعتمد على الأمة الضعيفة وهي منهكة ولم يتكون فيها وعي قومي ولا شعور بالعزة وكبراؤهم أسوأ ما فيه؟ السؤال الذي يطرح نفسه، هل يمكن لوم محمد عبده؟ يقول أحمد أمين في معرض أيضا التبرير، ويبدو أنه أمين مقتنع تمام الاقتناع بالرؤية أو بالسياق اللي اتخذه محمد عبده للتعبير عن مشروعه، إنه لو محمد عبده أعد نفسه ليكون زعيما سياسيا يرمي إلى تحرير وطنه لكان موضع اللوم في هذه الخطة، ولعد ذلك تراجعا. ولكن يظهر من تاريخ الشيخ محمد عبده كله أنه لا يحب السياسة، بل يلعنها ويلعن مشتقاتها، ولم يشتغل بالسياسة إلا حين دفعه التيار في الثورة العربية، أو حين كان تحت تأثير أستاذه جمال الدين الأفغاني الناري المزاج في العروة الوثقى. أعتقد أن هذا وأمثاله ما كان يدور في ذهن الشيخ عبده ويحيره وهو في طريقه إلى مصر عائدا من منفاه في بيروت، وأظن أنه وضع قرارا في أعماق نفسه، والكلام هنا لأحمد أمين، بمسالمة الخديوي ما استطاع والاستعانة بالإنجليز فيما ينوي من الإصلاح، حتى إنه لما أعد تقريرا عن إصلاح التعليم في مصر رفعوا للورد كرومر، ما رفعوش لحد من القائمين على السياسة في الدولة أو النظام المصري، اعتقادا منه بأنه هو يمثل القوى الفعالة، ويدل على ذلك سيرته الواقعية، حيث ظل محمد عبده طوال حياته بعد عودته يسالم الإنجليز ويتعاون معه. لقد كان الشيخ محمد عبده يناهض أيضا، ويمكن ده اللي عزز التهمة في إطار الخصومة التي نشأت بينه وبين دعاة الحركة الوطنية، وكان يناهضهم ويرميهم بالتهور
باعتبار أنه أسلوب كفاحهم في مواجهة الاحتلال الإنجليزي لم يرق له كثيرا، وكان بيقنع في أماله الوطنية بالقليل، ويدل على ذلك كتابين له نشر بعد موته، وكان أرسلهما إلى صديقه مستر بلينت بيشرح فيهما مذهبه في الإصلاح السياسي، وفيهما قناعة في السياسة لا ترضي الوطنيين، وقد أثار نفوس الخديو والوطنيين حتى بعض المعتدلين. ولكن مهما كان الأمر، فإن أحمد أمين يشير إلى أن العظيم يجب أن يقدر من جميع جوانبه لا من جانب واحد. وكان الشيخ محمد عبده مصلحا دينيا ومصلحا اجتماعيا للغة والأدب، وكان شخصية بارزة في التفكير، وأخيرا كان شخصية سياسية. فإن هو لم يوفق في سياسته فهذا لا يقلل من نواحيه القيمة الأخرى. يقول أمين: نعم يسقط الرجل في السياسة أن يشترى بمال أو يبيع ذمته لمنصب، ولكننا نجزم أن الشيخ محمد عبده كان وفيا لأمته ومخلصا ونزيها يسلك هذا المسلك السياسي أو ذاك عن عقيدة وتقدير للمصلحة، ويجتهد أحيانا فيخطئ وتحمله الظروف على أحيانا أخرى على ما يقرأ. والحق أن كثيرا من شيوخ الأمة كانوا في ذلك الوقت على مثل رأيه السياسي زي سعد باشا زغلول وغيرهم، ولكن خصوصية الهجوم على محمد عبده لأنه الخديو عباس كان يؤلب عليه أكثر مما يؤلب على الآخرين، ولأن الناس اعتادوا أن يروا رجال الدين بعيدين عن السياسة وخاصة مع المحتلين. أما على صعيد موقف كرومر وحرصه على الاقتراب من محمد عبد واستقطابه، فربما جاء من الثقة بأن عبده إذا عاد من بيروت لن يشتغل بالسياسة العليا، فقد جربها واكتوى بنارها ولم يفد منها مما ما يرجو أن يحققه لأمتي والعالم الإسلامي، وإنما توقع أن يعمل عبده على الإصلاح الديني، وهذا لا يضر موقف الإنجليز في مصر في شيء. وعلى هذا الأساس قابل اللورد كرومر شفاعة الأصدقاء وضغط على الخديوي توفيق فسمح له بالعودة. لعل هذا العرض يزيل بعض الغموض واللبس الذي حاول الخصوم خصوم محمد عبده طرحه للنيل من وطنية محمد عبده، الأمر الذي تكشف لنا سيرة حياته عن زيف التهمة وفشلها في الإساءة إلى صاحبه. ولعلنا بهذا العرض نكون قد كشفنا أو أوضحنا جانبا ملتبسا من حياة أحد كبار المصلحين في عالمنا المعاصر. شكرا جزيلا، وإلى اللقاء في حلقة مقبلة إن شاء الله.